الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله العظيم. في هذا اليوم العظيم نلتقي بزملائنا وزميلاتنا المحامون والمحاميات لأداء اليمين القانوني اليوم، وهذا اليمين قسم سوف تقسمونه أمام معالي النقيب الأستاذ سامي عاشور بعد وصوله إن شاء الله، وعليكم أن تلتزموا بهذا القسم الذي يؤكد على أن تؤدون أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن تحافظوا على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن تحترموا الدستور والقانون. ونقابة المحامين تفتح ذراعيها اليوم لتحتضن أبنائها الجدد الذين تخرجوا من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، ونقابة المحامين هي النقابة الأم التي تعزف دائما على الوتر الحساس من أجل هذه الأمة، ونقابة المحامين هي التي قادت الثورات منذ ثورة 19 وحتى الآن، وكان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد زار نقابة المحامين وارتدى روب المحاماة في قاعة الحريات، وكان هذا اعترافا منه أن المحامين هم الذين يعتلون القمة في قمة هذا الوطن. يوم أن كان مصطفى كامل وسعد زغلول وأحمد عرابي الذين ناضلوا من أجل هذه الأمة، فتحية تقدير وإعزاز لكل هؤلاء الزعماء الذين نحترمهم ونجلهم. إخوتي الأعزاء، لن أطيل عليكم حتى يتحدث من يريد التحدث إليكم، ولكن المحاماة رسالة، هي رسالة بدأت أعتبرها رسالة أنبياء. يقول رب العزة في كتابه الكريم: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري. كانت دعوة سيدنا موسى إلى رب العزة أن يشرك أخاه هارونا لأنه كان أفصح منه لسانا. فهذه الرسالة عليكم أن تعدوا عليها بالنواجذ، وعليكم أن تؤدون أنتم رسالة المحاماة، لأن المهنة في حاجة إليكم. أنتم الشباب الواعد الذي قاد ثورتين عظيمتين، 25 يناير و30 يونيو، التي صححت مسار ثورة 25 يناير. فأهلا ومرحبا بكم في نقابتكم، وعليكم أن تلتزموا بالزي في الحضور أمام المحاكم وفي أقسام الشرطة، وعليكم أن تتدربوا أمام مع محامين مشهود لهم بالكفاءة، والكفاءة أيضا هي أساس النجاح في هذه المهنة. لن تستطيعوا النجاح والاستمرار إلا إذا وعيتم الدرس تماما، وإلا إذا تمسكتم بهذه المهنة العظيمة. كما قلت لكم أنها مهنة عظماء، وآخر نقيبا لنا هو النقيب سامي عاشور الذي يقود دفة الأمور بحكمة واقتدار. فتحية تقدير وإعزاز للنقيب سامي عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. إخوتي الأعزاء، أقول لكم جملة بسيطة. عندما كان مرقس حنا نقيبا لمحامي مصر قبل ثورة 23 يوليو، وكان بطرس باشغالي رئيسا للوزراء، وأصدر عدة قرارات كانت ضد الشعب المصري، فأنظره مرقس حنا النقيب في ذلك الوقت للمحامين، فرفض أن يلغي هذه القرارات، فقاد المحامين بالأرواب السوداء إلى قصر عبدين يندد بسياسات بطرس باشا غالي، إلى أن قبض على مرقس حنا وتم حبسه، ولكن حدثت انتخابات بخلو منصب النقيب مرقس حنا، والمحامون قاموا بترشيحه وهو داخل السجن، واستطاعوا أن يقودوا هذه الانتخابات، ونجح مرقس حنا نقيبا لمحامي مصر،
وهو داخل السجن خلف القضبان. هذه هي المحاماة وهذه هي العزة للمحاماة. عشتم للوطن وعشتم للمحاماة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.